بابا انا خلصت من النادي. اوكي يلا باي. الله ورد حلوه. الله اروح كثر فلاح مني. انا مش منها يا جماعه. طيب طيب تليفوني. ماما تليفوني اتسرق. يا فاطمة انا مش قلت لك ما تنزليش تقعدي لوحدك في الشارع؟ ما هي دخلي بالي اياه. طب هو اتسرق فين بقى؟ في بي 7. بي 7. انا عرفت مين اللي خده. خليكي هنا انا هروح اجيبه واجي. استاذة اروى عايزه ايه؟ ازاي؟ بقولك ايه؟ انا بنتي انت خدتي منها التليفون، فده ما ينفعش. انا عماله اقول لها اهل مصر حلوين وجدعين. تليفوني تليفونها انا كنت جايبه لها جديد من الامارات. ولا سمعت عنه ولا شفته ولا عملت اي حاجه. لا انت خدتي الموبايل. ايوه ما خدتوش. طيب ماشي. عامل ايه؟ عايزه دقيقه. منين؟ تليفون. ما مش معايا رصيد انا. السلف. ماما يلا مشوي. طب انت مش قلتي هتاخدي دقيقة؟ ماشي هستلف دقيقة وبعدين هبقى اديهولك. والنبي انا عايزة الموبايل. والنبي روحي. ابوسي ايدك يا شيخ. ابوسي ايدك. والنبي عايزة التليفون. انت اروى جلال؟ عايزة. انت بقى اللي مسوقة سمعة مصر وعمالة تفتشي في الأجانب. وانت مالك انت؟ طب بقول لك ايه؟ تعالي معايا. اجي معاك فين؟ تعالي معايا من سكوات. طب بس بدل ما اسرقك انت كمان. اسرقيني انا؟ احب اعرفك بنفسي يا انسه اروى. ايه؟ انا الرائد بحر.